بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث عظيم، فيه الحث على المحافظة على الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي الأصل في العبادة، ثم لا يقتصر على الفرائض بل يتزود من النوافل في كل عبادة، نوافل الصلوات والنوافل الزكاة والصدقات، النوافل الصيام، نوافل في الحج، نوافل في الذكر، تزود، ليس هناك حد محدود في العبادة، وكل ما تيسر للإنسان من فرائض ونوافل فإنه يحرص على ذلك، لأنه بحاجة إلى الخير، بحاجة إلى الأجر، بحاجة إلى الثواب. فكما أنه يحرص على جمع الدنيا وتنمية المال، محافظة عليه، فأولى له أن يحافظ على العبادة، لأن المال يزول، إما أن المال يزول وإما أنه هو يزول ويترك المال، لكن العمل الصالح يبقى له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله ليس معناه أن الله يدخل في الإنسان ويحل في الإنسان، هذا باطل، وإنما المعنى أن الله يعينه ويسدده في سمعه وفي بصره وفي يده ورجله، فلا يعمل بهذه الأشياء عملا سيئا، وإنما يستعملها بطاعة الله. فهذا معناه المعية الخاصة، معية الله له بأنه يثبته ويعينه ويسدده ويكون معه في كل أحواله، في كل أحواله. وأما التردد الذي جاء في آخر الحديث، الله جل وعلا لا يتردد بمعنى أنه بين الفعل أو الترك، مثل ما يتردد العبد هل يفعل أو لا يفعل، وإنما معنى التردد هنا الكراهة، أن الله يكره موت عبده المؤمن، لأن العبد المؤمن يكره الموت، فالله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، على معناه الكراهة، والله يكره ويبغض سبحانه وتعالى ويمقت، من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، يكره الموت ويكره مساءته، الله يكره
ما يكدر على عبده، لكن لا بد له من ذلك، لا بد له من الموت. نعم. وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه هي المعية الخاصة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم، وكقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله لمع المحسنين، هذه معية خاصة، كما قال لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة بالمؤمنين بمعنى التسديد والتوفيق والإعانة والحفظ والحماية، فهو مع عباده المؤمنين بهذه المعاني العظيمة. نعم. وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله هذه الأسباب، الأسباب التقوى والإحسان، فإذا أحسن العبد واتقى صار الله معه. نعم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، كذلك الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله والصبر عن الجزع في المصائب، هذا يسبب أن يكون الله معه. نعم. وقوله كلا إن معي ربي سيهدين، نعم، لما قال قوم موسى إنا لمدركون، لأن العدو لحق بهم فرعون وجنوده وأمامهم البحر، أمامهم بحر وراهم عدو، فأحيط بهم من كل جانب، قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا، هذا نفي، أي لا يدركنا فرعون. لماذا؟ إن معي ربي سيهدين، فما دام الله معه فإن فرعون وجنوده لن يدركوه وإن وصلوا إليهم وقربوا منهم، لأنهم في حماية الله عز وجل. وانظروا كيف كان، أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بعصاه فتجمد وافترق، وكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم، وصار فيما بينها ممرات مثل الشوارع، فمر موسى وقومه بطريق يبس لا يخاف دركا ولا يخشى، فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون وقومه في أثرهم، فلما تكامل فرعون وقومه في البحر أطبقه الله عليهم وعاد كما كان ماء مائعا فغرقوا جميعا، وموسى وقومه ينظرون إليهم لتقر أعينهم بهلاك عدوهم ونصرة الله لهم. فهذه نتيجة قوله كلا إن معي ربي سيهدين، توكل على الله عز وجل، متوكل على الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون جبار ومعه قدرة وقوة هائلة وله جنود، وموسى وهارون ما معهم شيء، دخلوا عليه يدعونه إلى الله ما معهم شيء، ومع هذا لم يستطع فرعون أن يصيبهما، لأن الله قال إنني معكما أسمع وأرى، فما استطاع فرعون على بطشه وجبروته ويقول أنا ربكم الأعلى، ما استطاع أن ينالهما بسوء، لأن الله مع موسى وهارون. نعم. فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المعية دون اللام. نعم.
ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. لا. متى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت عليه المخاوف في حقه أمانة؟ فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. نعم، إذا توكل العبد على الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، إن الله كافيه، فلا يضره أحد مهما كان. لكن الشأن في تحقيق التوكل، الشأن في تحقيق التوكل على الله عز وجل. إذا تحقق التوكل على الله فإن العبد لن يضره شيء مما يخاف، وإن الله سيحفظه ويحميه. نعم. فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فرق الماء يثب وينقلب حتى يعود إليه. نعم، يصير القلب محبا لله، لا يعيش بدون محبة الله، كما أن الحوت لا يعيش إلا بالبحر، لو خرج مات. كذلك العبد إذا غفل عن الله فإنه يموت. نعم. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. هذا يفسر أول الحديث، قول كنت سمعه وبصره ويده ورجله، معناه أنه إن سأل الله أعطاه، وإن استعاذ به أعاذه. فآخر الحديث يفسر أوله. نعم. أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إليه بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. وقوى أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكره عبده ويكره مساءته. فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه اخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه. بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتاة وحنينه أبدا لأول منزل. نعم، هذا من شعر أبي تمام، يقول إن الإنسان يتعلق قلبه بوطنه، مهما ذهب وسافر تجد دائما يحن إلى وطنه، إلى وطنه الأول، حتى لو استغنى في البلد الآخر ووفق فإنه لا يزال وطنه في ذاكرته، وكل ما أمكن ذهب إليه لأنه يحبه. ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هذا مثل المؤمنين، فإن منزلهم الجنة التي أخرجوا منها بسبب ما حصل من أبيهم آدم عليه السلام، فهم يحنون إلى الجنة حتى يرجعوا إليها، هذا المؤمن. أما غير المؤمن فليس عنده شعور بهذا الشيء، لكن المؤمن يحن إلى الجنة، هي منزلها الأول. نعم. فصل. ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب. يعني الحب، حب الله، الحب من حيث هو، الحب من حيث هو درجات كما سبق، 10 درجات آخرها الخلة، ومنها التتيم وهو أسد الحب. الحب درجات، يبدأ شيئا فشيئا حتى يصل إلى الخلة، وهذه المرتبة ما نالها أحد من البشر إلا اثنان: الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا المؤمنون يحبون الله والله يحبهم، ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الخلة.
ما وصل إليها من بني آدم إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. فالعبادة مع تعريف العبادة المختصر أنها غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب. لهذا يقول ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فأصل العبادة غاية الحب مع غاية الذل، وتفاصيلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريفها المفصل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لا يكون هذا عبادة. الإنسان يحب زوجته ويحب صديقه لكنه ما يذل له، محبة بدون ذل هذه ليست عبادة. ومن ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابدا له، كالذي يذل للظلمة وللسلاطين يذل لهم يخاف منهم لكنه لا يحبهم، هذا لا يسمى عبادة. إنما العبادة ما اجتمع فيها الحب مع الذل للمحبوب. نعم. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. نعم. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها لا منزلة للعبد مرتفعة أرفع من أن يكون عبدا لله. العبودية مرتبة عظيمة، عبوديته لله، لأن فيها عزه وفيها سعادته وفيها شرفه. ولهذا الله جل وعلا قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فنعت محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهذه أشرف المقامات. نعم. وقد ذكر الله أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم. وهي مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد، هذا تحدي لهم بأن يأتوا بسورة من القرآن، لأنهم يقولون القرآن ليس من عند الله وإنما هو من كلام محمد. الله تحداهم، قال: إن كان من كلام محمد ومحمد بشر مثلكم فأتوا بسورة من مثله، أتوا بسورة من مثله حتى أقصر سورة. فلم يستطيعوا، فدل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد. نعم. ومقام الإسراء، مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. فقال: ما قال أسرى بمحمد أو أسرى برسوله، بل قال بعبده، لأن العبودية أشرف شيء. نعم. فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إيه نعم، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة استغربوا وجوا حوله، لأنه يعمل شيء ما ألفوه، يستنكرون هذا الشيء. لا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا التحدي. نعم. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة. فإن عيسى عليه السلام إذا جاءوه يشفع لهم الفصل بين الناس، يقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنعته بالعبودية. نعم. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته. نعم. وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه خلق الخلق، خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم من أجل حاجته إليهم، أو لأجل أن يكتسبوا له، أو أن يغنوه سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني وهو الرزاق، وإنما خلقهم لمصلحتهم هم، ليعبدوه من أجل أن يكرمهم، من أجل أن يكرمهم. فعبودية الله إكرام، خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم، إذا عبدوه أكرمهم. نعم. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي ما غرب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له: ملة إبراهيم هي الإسلام، وهي التوحيد، إخلاص العبادة لله. الله جل وعلا يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. الرغبة عن الشيء تركه، أما الرغبة في الشيء، الرغبة في الشيء فهي إرادته ومحبته. تقول: رغبت في كذا، يعني أريده. وتقول: رغبت عن كذا، عن كذا يعني تركته. فلا يترك ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفاه هي الدناءة، السفاه هو الدناءة والذلة والخسة. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم هذا خسيس النفس، مهان، مهان النفس، نفسه خبيثة، من سفه نفسه. ثم أخبر أنه اصطفى، أي اختار إبراهيم عليه السلام، اصطفاه في الدنيا على غيره للنبوة والرسالة والدعوة والعبودية، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. السبب ما هو في هذه المقامات؟ إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. هذا هو السبب. نعم. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. ولم يقتصر على نفسه عليه الصلاة والسلام، بل وصى ذريته بالإسلام، لأنه عزهم وشرفهم وسعادتهم، يريد لهم الخير. وكذلك يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل، وصى ذرية بني إسرائيل بالإسلام، وصاهم بذلك. وهذا من نصح الوالد لأولاده، نصح الوالد لأولاده أنه يوصيهم بالدين ويربيهم عليه، هذا من نصح الوالد لأولاده. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم. ويعقوب عليه السلام وصى بنيه عند الموت، وصاهم بعبادة الله وحده لا شريك له: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. لكن منهم من لم يفي بهذا، من بني إسرائيل من كفر، وهم كثير. الله يذكرهم بهذا العهد وهذه الوصية لأجل أن يرجعوا إليها. نعم. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك. نعم. أعظم الذنوب عند الله الشرك، بدليل أن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبقية الذنوب يغفرها الله إذا شاء سبحانه: الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، كبائر يغفرها إذا شاء سبحانه وتعالى، وقد يعذب صاحبها. أما الشرك فإنه لا يغفر لأنه أعظم الذنوب، وصاحبه حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. نعم. وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة، كما قال تعالى:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك بالله هو أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وأعظم ذلك المحبة، لأن العبادة أنواع، العبادة أنواع كثيرة، لكن أخص هذه الأنواع المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فمن أحب مع الله غيره محبة عبودية، ما هي محبة طبيعية، لا، محبة عبودية معها ذل وخضوع، فقد أشرك أعظم الشرك. نعم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا كحب الله، يعني ساووهم بالله بالمحبة، وإلا لو أنهم أحبوهم محبة دون محبة الله فلا يؤاخذون على ذلك. نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، لأن أهل الإيمان يحبون الله وحده، والمشركون يحبون الله ويحبون معه غيره، المحبة الخالصة خير من المحبة المشتركة. دل على أن المشركون، على أن المشركين يحبون الله، لكن لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، وأما أهل الإيمان فهم يخلصون المحبة لله، محبة العبودية، لا يحبون مع الله غيره. نعم، فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كما يحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. نعم، وقيل والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني قيل أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله أيضا لكن أشركوا معه غيره، وقيل أشد حبا لله من حب المشركين لأوثانهم، لأن المشركين يحبون أوثانهم والمؤمنون يحبون الله، ومحبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لأوثانهم. نعم، وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما شغكوا بينه وبين أنداد في المحبة ضعفت محبتهم لله، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك، والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. نعم، ولما كان مراد الله من خلقه خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر، فقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله، فهذا لون وذاك لون. الشفاعة حق، ولكن الشفاعة الصحيحة هي التي تطلب من الله، تطلب من الله ويأذن الله بها، لا تطلب من غيره، ما تطلب من الموتى ومن المقبورين ومن الأشجار والأحجار. فإن المشركين يعبدون هذه الأشياء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقربون إلى الله زلفى، هذا زعمهم. وهذه لا تملك الشفاعة، الذي يملك الشفاعة هو الله، فتطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كغيره، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، خلاف الملوك والسلاطين فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذن، بل ربما يكرهون هذا
ولكن يضطرون إلى القبول لأنهم بحاجة إلى الوزراء وإلى الأعوان، فلو ردوا شفاعتهم تنكروا عليهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. أما الكفار فلا تقبل فيهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكافر لا، ليس له شفاعة عند الله، إنما الشفاعة عند الله لأهل التوحيد. أهل التوحيد إذا حصل منهم ذنب استحقوا العذاب فإن الشفاعة تنفعهم عند الله فيسلمون من العذاب، يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تشفع الملائكة، يشفع الأولياء والصالحون عند الله للمؤمنين، هذا حق. الشفاعة الصحيحة ما توفر فيها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك. نعم. فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك. أهل التوحيد يطلبون الشفاعة من الله، أن يشفع فيهم نبيه، أن يشفع فيهم ملائكته، أن يشفع فيهم عباده الصالحين، يطلبون من الله جل وعلا. أما أهل الشرك فيطلبون الشفاعة من غير الله، يطلبونها من القبور، من الأموات، من الأشجار والأحجار والأصنام، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله. نعم، بعد محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لمحبة الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب محبا شديدا بعد محبة الله، لأنه هو الذي دل البشرية على الخير وعلى طريق الجنة وطريق السعادة، وأنقذهم الله وأنقذ الله الناس به من النار، فهو يحب صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه يتبعه، ما يدعي المحبة ويخالفه ويعصيه. علامة صدق المحبة الاتباع، علامة صدق المحبة الاتباع. فمن زعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعصيه فهذا ليست محبته سليمة، إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون باطلة. علامة محبة الرسول طاعته واتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما من يزعم أنه يحبه لكنه يعصيه ويخالفه فهذا إما أن يكون ناقص المحبة وإما أن يكون باطل المحبة، ليس عنده محبة أصلا. فالذين يعملون البدع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يغلون في حقه ويعملون له المولد والأشياء هذه ويقولون هذه محبة للرسول، نقول هذا كذب، ما هي محبة للرسول، الرسول نهى عن البدع، ومنها إحداث المولد فهو بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا فعله الصحابة ولا فعله القرون المفضلة، فهو بدعة. فإذا فعلته وأنت تدعي أنك تحب الرسول فهذا كذب، لو كانت محبتك صادقة لا اتبعته وتركت ما نهى عنه، تركت ما نهى عنه. نعم. وكذلك كل، ولهذا يقول الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. وكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ الصحيحين كذلك بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة المؤمنين، تحب في الله وتبغض في الله. أولا تحب الله جل وعلا، هذه محبة عبادة. ثانيا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه محبة متابعة. ثالثا تحب المؤمنين لأن الله يحبهم، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فتحب المؤمنين وتبغض الكفار لأن الله يبغض الكفار فأنت تبغضهم، وهذا هو الولاء والبراء. الولاء والبراء هذا هو من أوثق عرى الإيمان. نعم. وكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ الصحيحين لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فإن هذه المحبة، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نعم. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، لأن الله يحب المؤمنين فأنت تحب من يحبه الله. لماذا تحب المؤمنين؟ لأن الله يحبهم فأنت تحب من يحبه الله. لماذا تبغض الكافرين؟ لأن الله يبغضهم فأنت تبغض ما يبغضه الله وتعادي من عاداه الله، فإن الله عدو للكافرين. نعم. وكلما كانت أقوى كان فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. فإن كيف تحب الكافرين والله لا يحبهم؟ تخالف الله عز وجل. نعم. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. نعم. فصل. وها هنا أربعة أنواع من المحبة. يكفي، يقف عندها.